بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي ومتابعي قناة بيسان والكرة الأعزاء. فيديو سنتطرق فيه كما فعلنا دائما لكثير من أخبار لاعبين المحترفين المنتشرين في كل أصقاع العالم. لنبدأ. ككل أسبوع أفرج الموقع الرسمي للرابطة الفرنسية الدرجة الثانية عن قائمة الأسماء الأكثر تألقا في الجولة والتي سيختار منها تشكيل الأسبوع. المتألق الجزائري ولاعب فالنسيا الفرنسي سبانو راحو حجز لنفسه مكانا ضمن المرشحين بعد أدائه الممتاز في لقاء سوشو قبل أيام. قائمة المرشحين عرفت أيضا تواجد ثلاث لاعبين جزائريين آخرين، ويتعلق الأمر بكل من ساعد عرب متوسط ميدان باري أفسي، إضافة إلى مهاجمي شاتور إلياس شوارف ونيور بلال بطوبة الذي بدأ يستعيد معالمه على ما يبدو. للتصويت الرابط مع المصادر في صندوق الوصف. كشفت تقارير خليجية أن لجنة المنازعات في الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا أجلت قضية الدولي الجزائري يوسف بليلي مع ناديه الأهلي، وهذا لنهاية نوفمبر الداخل. الأمر سيعني بقاء بليلي معلقا لغاية هذا التاريخ في انتظار فسخ عقده من طرف الفيفا، وإن لم يحصل فسيبقى معلقا حتى نهاية الموسم. كما يعني أن التصريحات التي أطلقها والد اللاعب بأن بليلي حصل على فسخ عقده غير صحيحة، ولا نعلم المغزى من إطلاقها. بليلي سيضيع بذلك أيضا تربص المنتخب الوطني المقبل، وذلك بالشكل الرسمي حيث يتواجد من دون نادي ولن يكون قادرا على التوقيع مع أي ناد أيضا. كما كان منتظرا، سجل الدولي الجزائري يوسف عطال عودته للتدريبات الجماعية لناديه نيس، حيث أعلن الحساب الرسمي للنادي على تويتر تعافيه وتواجده أيضا. عطال المصاب منذ 4 أسابيع يكون قد تعافى للدرجة التي أقنع بها مدربه باتريك فيرا بوضع اسمه في قائمة المعنيين بلقاء باير ليفركوزن في الدوري الأوروبي بعد غد الخميس، حيث سيسافر يوسف مع المجموعة في انتظار مشاركته من عدمها. القائمة ضمت أيضا الدولي الآخر هشام بوداوي، إضافة إلى الجزائري الأصل أمين غويري، وأيضا الحارس شاب الهندي الذي سيكون الحارس الثالث. يتجه مدرب ميلانو ستيفانو بيولي لإجراء بعض التغييرات على تشكيلته والتي ستواجه إن شاء الله نادي سيلتي غلاسكو يوم الخميس المقبل. ومن أهم هذه التغييرات هو إشراك الموهبة الإيطالية الفذة ساندرو تونالي، وبصورة طبيعية سيكون لاعب الخضر إسماعيل بن ناصر هو البديل، حيث ترى الصحافة الإيطالية أنه لعب قدرا من اللقاءات يجب أن يرتاح بعده. الصحافة الإيطالية تضغط دائما لأجل إشراك تونالي أساسيا بما أنه من أكبر مواهب إيطاليا الصاعدة، لكن بن ناصر وزميله إيفواري كيسي اللذان يلعبان في نفس مركزه لم يترك له أي فرصة لغاية الآن. يصادف اليوم الثلاثاء 20 من شهر أكتوبر اليوم العالمي للإحصائيات. موقع أوبتا للإحصائيات واحتفالا بهذا اليوم وضع على حسابه الرسمي في تويتر الكثير من الإحصائيات الغريبة، ومن ضمنها إحصائية سلبية عن لاعب الخضر أندي ديلور. أندي ضيع منذ بداية الإحصائيات قبل 14 موسم من الآن 2997 كرة، وهو رقم كبير وكبير جدا. الغرابة تكمن أن كرات ديلور الضائعة أكثر من كرته الصحيحة والتي بلغت فقط 2506 كرات، أي بناقص 491 تمريرة، وهو الرقم الأكثر سلبية بين كل لاعبي الليغ آن على امتداد 14 سنة الماضية. يبدو أن لاعب الخضر ونادي سانتيتيان رياض بودبوز قد استسلم للأمر الواقع ورضي أخيرا باللعب في قطر، حيث كشفت تقارير فرنسية كثيرة ومتطابقة عشية اليوم الثلاثاء أن رياض طار صوب الدوحة، أين سيجد في انتظاره هناك مسيرين من نادي قطر القطري. رياض سافر لقطر بعد أن تلقى دعوة من هذا النادي، حيث لا يملك أي اتفاق معهم وليس ذاهب للتوقيع مباشر، لكنه سيزور مقرات الفريق في محاولة لإقناعه باللعب هناك. أعتقد أن أركان الصورة باتت مكتملة، رياض علم أنه لن يلعب مع سانتيتيان، وقطر القطري قدم له عرضا مغر ولا يرفض، ولذلك رأى أن مستقبله في قطر، والتوقيع بحسب ما أعتقد سيكون غدا أو ربما بعد غد على أقصى تقدير.
أجمعت الصحافة التركية الصادرة اليوم الثلاثاء أن غياب لاعب الخضر سوفيان فيغولي عن لقاء ألانيا سبور هو إجراء عقابي وليس قرارا فنيا كما قال المدرب فتيح تيريم. فيغولي غاب بشكل كامل عن لقاء ألانيا سبور سهرة أمس ولم يشارك في أي دقيقة، رغم أن النادي قام بخمس تغييرات كاملة وكان بحاجة لحلول هجومية أيضا. تقارير تركية تكلمت اليوم الثلاثاء عن أزمة قبل بداية اللقاء، حيث لم يخرج فيغولي من غرف تغيير الملابس إلا بعد بداية اللقاء. ليس هذا فقط، ففيغولي لم يقم أيضا بالإجراءات الإحمائية، رغم أن كل اللاعبين البدلاء قاموا بالإحماء بعد نصف ساعة من بداية اللقاء، وبقي هو جالسا مكانه حتى النهاية، وهو ما قد يوحي بوجود خلاف بينه وبين مدربه فتيح تيريم. ولا يعلم إن كان فيغولي هو من رفض الإحماء أم أن مدربه هو من أمره بالبقاء جالسا، ولو أنني أرجح الخيار الأول. فتيح تيريم ظهر في نودة صحفية أعقبت اللقاء، وكان من الطبيعي أن يسأل عن غياب أهم لاعب لديه. تيريم قال أن قرار إبعاد فيغولي تكتيكي وليس عقابي كما تقول الصحافة. تيريم أيد إدارة النادي في كل قرار ستتخذه تجاه أي لاعب لا يرضى بالقوانين، لكنه قال في الاتجاه ذاته أن الإدارة لا تتدخل في عمله، وغياب فيغولي ليس له أي علاقة بالإدارة. أشاد النجم الإنجليزي ولاعب ليفربول السابق جيمي كاراغير بالدور الكبير الذي قام به لاعب الخضر رياض محرز في لقاء أرسنال الأخير. كاراغير قال أن محرز قام بعزل لاعب تيرني الظهير الأيسر لأرسنال بشكل كامل، وهو ما سهل مهمة فريقه في الهجوم وحتى الدفاع. كاراغير قال أن العمل الذي قام به محرز هو عمل تكتيكي بامتياز، وكان بأمر مباشر من مدرب الفريق باب غوارديولا. بالحديث عن محرز نشير إلى أنه سيستهل لقاءات منافسة دوري الأبطال سهرة الغد بلقاء بورتو البرتغالي. اللقاء يبدو في المتناول، ومحرز منتظر كأساسي ليس فقط لمستواه الكبير ضد أرسنال، لكن أيضا لتواصل غياب زميليه جابرييل جيسوس وأيضا دي بروين. دائما مع رابطة الأبطال، حيث سيحقق لاعب الخضر الآخر رامي بن سبعيني حلمه بلعب أمجد البطولة الأوروبية. مهمة رامي لن تكون سهلة، حيث سيتنقل رفقة بقية زملائه في بوروسيا مونشنغلادباخ للقاء العملاق إنتر ميلانو. مشاركة رامي كأساسي يبدو أمرا مفروغ منه. المواجهة الأخيرة من مواجهات لاعبين غدا في دوري الأبطال ستكون المواجهة التي ستجمع بين العربي هلال السوداني ونادي أولمبياكوس في مواجهة نادي مارسيليا الفرنسي. فرص السوداني في المشاركة كأساسي تبدو منعدمة، لكنه يأمل في الظهور على الأقل كبديل. إلى هنا يكون فيديو اليوم قد انتهى، نلتقي إن شاء الله في فيديو جديد وأخبار جديدة بداية من يوم غد. أود أن أشير في الأخير إلى أن مصادر كل الأخبار التي وردت في عدد اليوم ستجدونها في صندوق الوصف أسفل الفيديو. ما عليكم سوى النزول للتأكد من صحة كل الأخبار التي وردت في عدد اليوم، أو لمن يريد التعمق أكثر إن شاء الله. سلام.